30 under 30 أو 30 تحت 30. 30 اسم من الأسماء اللي صنعت نجاحات مهمة ومؤثرة في مجال التكنولوجيا ومجالات متعددة عمرهم تحت 30 سنة. احنا النهاردة متشرفين باتنين منهم، واحدة موجودة معانا ومنورانا في الاستوديو، فاطمة الشناوي مؤسس منصة خزنة تك. أهلا بيك يا فاطمة. أهلا بيك. وأيضا معانا عبر التك أو التكنولوجي الذي يستخدمها محمد جاويش، مؤسس منصة آي سكول لتعليم الأطفال البرمجة. محمد أهلا بيك ومبروك التايتل اللي سبقه نجاحات كتير كمان، بنبارك لك عليها. أهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيك يا رب. طيب خليني أقول، أبدأ مع فاطمة. فاطمة، أنت أحد مؤسسي منصة أو العلامة التجارية خزنة، وفاطمة قعدت تشرح لي خزنة كده في حبة حلوين قبل ما نبدأ الهوا عشان أفهم بنعمل إيه. لكن فكرة الحلول المالية الغير التقليدية أعتقد مش كلنا بنعرف نتعامل معها بسرعة أو نفهمها بسرعة. احكي لنا عن خزنة، فكرة الابليكيشن، وحققتوا إيه من نجاحات من 2019 لحد النهاردة. أكيد. أول حاجة شكرا على استضافتكم. شكرا. احنا منصة بتقدم خدمات مالية بنستهدف الشريحة العريضة من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر، اللي هم بيعملوا معاملات مالية كتير بصورة غير رسمية. فاحنا بنقدم لهم خدمات مالية توافق احتياجاتهم، اهمها في صورة ان هو بنتعامل مع شركته وبيقدر يقبض جزء من مرتبه بدري في اي وقت في خلال الشهر. فلو حد اتزنق في مصاريف مدارس الفتره اللي احنا فيها، مصاريف دروس، حد لا قدر الله محتاج يدخل مستشفى، محتاج ادويه، المصاريف الطارئه اللي بتطلع لاي حد في خلال الشهر ومرتبه لسه هينزل في اخر الشهر، فممكن ما يبقاش معاه الفلوس ان هو يسدها. فاحنا من خلال الشراكه دي بنقدر نديله جزء من مرتبه بدري. يعني دي خزنة سلف كده، يعني خلينا نقول محفظه لانه يقدر يستلف منها تحت حساب ما سيأتي بالضبط اللي جاي من مرتبه، فيقدر ان هو ياخد الفلوس دي او المبلغ ده في اشكال متعدده. ممكن ان هو يطلبها في خدمه اسمها اقبض بدري، هتنزل له على حساب المرتب بتاعه. فلو هو عنده الاحتياجات دي ان هو يدفع بكارت، يدفع يسحب من مكنه ويدفع كاش على حسب احتياجه. بس طبعا بنحاول ان احنا ندخل اكتر في الحته بتاعه ان هو الشمول المالي والمدفوعات الالكترونيه. فاحنا عندنا برضو من على التطبيق يقدر ان هو يدفع الفواتير بتاعته، سواء كهرباء، ميه، غاز، يشحن رصيد التليفون، هي الانترنت. بالذات الكهرباء دي، لانه لما حد يقطع عليك كهرباء انا بشوفها بصراحه حاجه مزعجه جدا. عايزين نبقى نعمل حلقه على الموضوع ده. لكن يقدر لو هو مزنوق دلوقتي، لو هو محتاج دلوقتي محتاج يدفع الكهرباء دلوقتي حالا، يعملها من على التطبيق في اي وقت في اليوم بتتسمع في ساعتها. اوكي. فكل الحاجات دي بحيث ان احنا نقلل استخدام الكاش برضو بطريقه مناسبه للعميل، ويقدر ان هو يروح برضو في مع التجار اللي احنا متعاقدين معاهم في كل محافظات الجمهوريه، ان هو وهو طالع بدل برضو ما يطلع الكاش من جيبه ان هو يقول له انا عايز ادفع بخزنه. فبالحاله دي بنقلل الاستخدام بتاع الكاش على قد ما نقدر، بس بصوره تناسب احتياجات العميل. وكانه تطبيق فك زنقه، اذا صح التعبير. بالظبط، هو ده اللي العملاء بتوعنا بيقولوا لنا بالظبط. انتوا فكتوني زنقه. طبعا، لانه بالمناسبه الزنقات دي بتحصل كتير عند فئات متعدده من الناس، وبيسدوها يمكن بطرق احنا حتى ما بنرضاهاش، ما تعجبناش، اما استلف من حد وبعدين ياخد مني ارجع له بفلوس اكتر، والتفاصيل الكتير القاسيه اللي بتحصل دي. بالظبط. طيب هستاذنك يا فاطمه، عايزه اروح لمحمد جاويش. محمد، آي سكول توقعت من اسم المنصة إنها هوم سكولينج، بس هي هوم سكولينج بشكل تاني، فبليز احكي لنا. محمد احكي عن آي سكول بقى، ماذا فعلتم؟ تمام، هو الاسم فعلا هو كان هدفه إن احنا بنعمل حاجة يعني كتعليم، بس تعليم مختلف. هي آي سكول هي منصة تعليم برمجة للأطفال من سن 6 سنين لسن 18 سنة. هدفها ان احنا نعلم ونأسس الاطفال في مجالات التريندنج تكنولوجيز ومجالات البرمجه، مجالات الذكاء الاصطناعي، الماشين ليرنينج، الداتا ساينس، الويب ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت، من خلال تدريبات بتتم اونلاين لايف. الاطفال بتقدر تخش مره واحده في الاسبوع من خلال المنصه لمده ساعتين مع مدربين برمجه محترفين. ممكن يخشوا 1-to-1، يعني الطفل بيخش مع مدرب لوحده، او بيقدروا يخشوا في جروب بيبقى عددهم من 4 ل6 طلاب، بحيث ان عددهم يبقى قليل وتركيزهم يبقى عالي ويكونوا من نفس الفئات العمريه.
احنا عملنا مناهج علميه لفئات عمريه من سن 6 سنين لسن 8 سنين، بعد كده من سن 9 ل 12، بعد كده من سن 13 ل 18، بحيث ان كل فئه عمريه يكون ليها المنهج الخاص ليها، بيكون ليها السوفت ويرز والتولز اللي بيستخدموها عشان يقدر البرمجه تتبسط للسن الصغير خالص، وفي نفس الوقت تبقى حاجه ادفانسد للسن الكبير. طيب اي حد بيسمعك هيقول ده اوبشن عالي ومتقدم، بس اشرح لنا واشرح للناس قد ايه البرمجه مهمه جدا للسن ده، وقد ايه هي كل المستقبل تقريبا. متهيألي هتبقى تمام، اهم من المدرسه بعد شويه. يعني المدرسه طبعا اساسيه عشان التعليم الاساسي سواء كان لغات او كده، بس البرمجه برضو بقت حاجه اساسيه. احنا شفنا في الكورونا ايه اللي حصل، الناس كلها ما عرفتش تتحرك ازاي، وقد ايه الناس كلها اعتمدت على التكنولوجي، والناس اللي ما كانتش عندها تكنولوجي وقتها حصل لها ازمات كبيره جدا، وفي ناس فقدت وظائف كبيره جدا بسبب التكنولوجي. فاحنا هو ده الواقع اللي احنا فيه، فالاطفال محتاجه تتاسس وتتعلم في البرمجه ايا كان مجالها، سواء كان هيشتغل في المجال الطبي، سواء كان هيشتغل في مجال الحسابات، مجال القانون حتى، محتاج دلوقتي كل اللي يبقى عارف برمجه، لان البرمجه مش مجرد حاجه بستخدمها للتطبيقات او لصناعه السوفت وير بس، هي فكر. يعني لما الطفل بيبتدي يتعلم من هو صغير برمجه، فكره نفسه بيتغير، بيتعلم يعني ايه لوجيكال ثينكينج، يعني ايه بروبلم سولفينج، ازاي يعرف يرتب اولوياته، ازاي يعرف يحسب الورست كيس سيناريو ويحله ازاي، دايما بيبقى عنده probabilities كتيره قوي بيفكر، فده بيفرق معاه حتى في المدرسه. يعني الطلاب اللي بتتعلم برمجه من سن صغير بيبقى دايما تفكيرها وعندها ماتيوريتي اعلى، وبيعرف يحل في المدرسه بشكل افضل بكتير. يعني محمد، اللي انا بقراه عن المنصه ان انتوا عندكم 9000 خريج على مدار الثمان سنين، عندكم شبكه للاباء، والموضوع كانه فعلا مدرسه قائمه بذاتها. يعني كل الخدمات دي بتقدم، ايه مصادر الدعم ليها؟ الخدمات كلها بتقدم اونلاين. احنا عندنا الحمد لله فعلا 9000 خريج، ما عندنا طلاب من كل محافظات مصر، عندنا طلاب من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من قطر، من الكويت، من عمان، وعندنا طلاب من المانيا ومن امريكا ومن كندا، لان المناهج بتاعتنا اوريدي موجوده بالعربي وموجوده بالانجليزي، وشكل المنهج عندنا انه حاجه مستمره. احنا ما بناخدش مثلا ده كورس مثلا هتاخده اسبوعين او هتاخده 4 ايام وخلصت انت كده بقيت تفهم برمجه، لا، الحاجه دي مش حقيقيه. عشان تتعلم وتتاسس في البرمجه احنا في اي سكول بنبليف ان انت محتاج على الاقل تقعد سنه تتعلم برمجه. عشان كده المناهج عندنا متقسمه لليرنينج موديولز، كل ليرنينج موديول مدته 3 شهور، فالطفل بيخلص 3 شهور، بعد ما بيخلص 3 شهور بيسلم فاينل بروجكت، البروجكت ده بيحصل عليه اوديتنج ومراجعه، بعد كده بيسلم البروجكت بتاعه، بياخد سيرتيفيكت انه خلص المديول ده ويخش على المديول اللي بعده. فالسنه اللي هو بيحضر فيها دي بيحضر فيها 4 سمسترز، كل سمستر مدته 3 شهور، وبعد ما يخلص السنه اقول لك يا محمد هو بيدفع الفيز او التكلفه بتاعه الكورسز دي، ولا انت كمان بتجيب برامج دعم ومنح؟ الاثنين. احنا عندنا الحمد لله، يعني عندنا الحمد لله منح في اي سكول، بنعمل سكولرشيبس لطلاب متميزين، ونعمل منح وانشيتيفز مع وزارات ومع حكومات سواء كان في الخليج، وان شاء الله بنحاول نعمل ده في مصر باذن الله. وفي نفس الوقت في سبسكريبشنز الطبيعي لاي حد عايز يشترك في اي سكول يقدر يشترك من خلال سبسكريبشنز، اشتراكات شهريه او كل 3 شهور او اشتراكات سنويه. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد، ومبروك التصنيف ده، لأنه ده نجاح مهم جدا. عمرك كام سنة يا محمد؟ 28 سنة. كام؟ 28. 28، ده يعني معاك سنتين كمان تفضل تعمل حاجة حلوة كمان السنة الجاية، تفضل في 30 under 30. بدأت المنصة من 8 سنين، يعني أنت عمرك 20 سنة؟ لا، المنصة بدأت من 2018، من 4 سنين. ده من 4 بس، وكل الإنجاز ده حصل في 4 سنين؟ تحياتي. الحمد لله، احنا تيم الحمد لله قوي، يعني احنا دلوقتي اكتر من 100 فرد في العيله بتاع اسكوليا. تحياتي، بشكرك يا محمد، وسعداء جدا وتشرفين انك كنت معانا في 9. هرجع لفاطمه. فاطمه، لانه الحلول البنكيه اللي مطروحه على السوق وسوق البلاتفورمز، يعني في كتير من الحلول البنكيه، ايه الحاجه اللي انت تنصحي الناس بيها انه تبقى اختيار انسب لي في من كتر ما في فرايتي، اذا صح التعبير، ممكن الناس تتوه مننا. ازاي الواحد يختار الحاجه اللي زي ما انت قلتي جمله مهمه جدا، مناسبه لاحتياجاته؟ يعرف منين يعني؟ يعني هي دي الحاجه الاساسيه طبعا، احتياجات الشخص وايه اللي يناسبها. احنا مثلا بالنسبه لنا علشان عارفين احنا مركزين على انه قطاع في انهي فئه في الشعب، فاحنا بنركز ان احنا نعمل الحلول بتاعتنا تبقى مصممه ليهم خصيصا. فاحنا دايما بنجيب عندنا العملاء بتوعنا في مكتبنا، احنا مكتبنا هنا في وسط البلد، بنجيبهم نوريهم الحاجه قبل ما تطلع. ناخد رايهم، نشوف هل احنا كده بنبينها لهم على التطبيق بالصوره اللي تناسبهم فعلا ولا لا. بننزل لهم مكان شغلهم، بنكلمهم في التليفون،
فهي دايما حوالين هل الحاجه اللي موجوده دي في السوق بتناسب الشخص ده ولا لا. عندك كام واحد على التطبيق بتاع خزنتك؟ احنا دلوقتي عندنا اكتر من 300,000 مستخدم. هايل، ده عدد عظيم. وبنكبر بصورة كبيرة الحمد لله. عندنا دلوقتي فوق ال 300 شركة من أكبر الشركات في مصر، بيوظفوا حوالي 1,000,000 موظف مصري في كل القطاعات. ده عظيم، يعني حتى الشركات استجابت للفكرة دي. يعني تخيلت أنه وأنت تشرحي الفكرة أنه ممكن تلاقي مقاومة من الشركات، هتقول لك وأنا هقعد أنزل له المرتب كل 15 يوم، الشرط اللي يخلي الشركة تتحمس لتطبيق زي ده؟ يعني بتعملوا البرزنتيشن إيه الحاجة المغرية اللي أنتوا بتقنعوهم بيها؟ يعني هي الحاجة الأساسية زي ما قلتي أنه الشخص بيتصرف بطرق مختلفة، منها أنه يستلف من أصحابه ومن عيلته، بس جزء منها أنه كان بيروح يطلب من شركته. فاحنا بنبدل الحته دي بطريقه تبقى ابسط واسهل للشركه، بدل ما هي فيها ورقيات كتير بنخليها كلها ديجيتال من على الابلكيشن، وموافقات ونسال اتش ار دايركتور ونسال المدير. بالظبط، فاحنا بنبسط الموضوع ده تماما بالنسبه لهم. حلو، فبقى واحد من حقوق الموظف، واعتقد دي حاجه حلوه قوي. يعني متهيألي ده محتاج كمان مؤسسات عندها ثبات مالي، يعني انها تفهم الفكره دي. اخيرا يا فاطمه لازم اسالك، نفسك في ايه؟ يعني بعد ال 30 اندر 30 وده معناه انه حققنا نجاح حلو قوي قوي، والابلكيشن والنجاح اللي هي محققاه، ايه اللي انتم متخيلينه فرص موجوده ليكم في خزنه، او في افكار للمستقبل لتقنيات اداره الاموال اذا صح التعبير؟ يعني احنا وصلنا الحمد لله لنمو كويس في الفتره اللي فاتت، بس السوق المصري اكبر من كده بكتير. احنا الفئه اللي احنا بنستهدفها فوق ال 30 مليون شخص، فلسه في مجال كبير قوي للتوسع وان احنا نكبر في مصر، سواء من ناحيه ان احنا نوصل لفئه لعدد اكبر، بس كمان ان احنا نقدم خدمات اكتر للمستخدمين بتوعنا. فاحنا في الفتره اللي فاتت مثلا من الحاجات الكبيره اللي عملناها ان احنا كنا من اول الشركات اللي تاخد موافقه من البنك المركزي نطلع كارت. وده خلانا نقدر نحسن من خدماتنا اكتر، سواء للشركات او للمستخدمين بتوعنا. فدايما بنبص على ازاي نقدم خدمات اكتر. بنتعاون مع بنوك ومؤسسات ماليه مختلفه في الخدمات دي، فده برضو من التطور اللي حاصل في السوق مخلينا قادرين نكبر، انه الدعم بتاع البنك المركزي والتوجه بتاع البنوك ان هم وثقوا فينا ان احنا نطلع خدمات جديده ومنتجات جديده للسوق المصري. فلسه تركيزنا على ان احنا نكبر المستخدمين بتوعنا في السوق، وبنبص على اسواق مختلفه حوالينا في المنطقه. ده عظيم ويفرح، وخلي الناس كمان تفكر وتفهم انه قبل ما تروح تستلف فكر في حاجات. لسه في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ازاي ندير اموالنا بطريقه مختلفه، فده جزء حقيقي من ثقافه اداره الاموال. بشكرك يا فاطمه، نورتينا في التاسعه. فاطمه الشناوي مؤسس منصه خزنتك، بشكرك. شكرا.